اما دلوقتي فجي ميعادنا مع الاخبار واهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله هنتابعها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق قطار تالجو الجديد في أول رحلة ليه على خط القاهرة الأقصر بركاب، وده بعد ما انطلق القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية نهاية ديسمبر الماضي. وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة تحقق أقصى قدر من الراحة والأمان. النهاردة هيتم فتح باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية، وهيستمر لحد 16 فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وده بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتمادها من الجمعية التابع ليها المرشح والتحقق من صحة البيانات. النهاردة المدارس هتعلن عن نتائج امتحانات الترم الأول للصفين الأول والتاني الثانوي العام، وهيتم توفيرها على مواقع المدارس لإطلاع الطلاب عليها. النهاردة هتنطلق منافسات الجولة 17 لمسابقة الدوري الممتاز، هيكون فيه 4 ماتشات قوية. الداخلية هتواجه أسوان الساعة 3:15 الظهر، وغزل المحلة هيقابل حرس الحدود الساعة 5، وفي نفس التوقيت مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، والساعة 7 مباراة سيراميكا كيلوباترا وإمبي.